شايلوك، أشهر يهودي في تاريخ الأدب من أوله لآخره، والشخصية المعقدة اللي تبقى مش عارف تحبها وتتعاطف معاها وتشفق عليها، ولا تكرهها وتفرح باللي حصل لها وتقول ما هي تستاهل. الحقيقة الموضوع أكبر من مجرد مشاعر الحب والكره، لأنه متعلق بتاريخ اليهود في أوروبا وتاريخ معاداة اليهود أو معاداة السامية، وبالسؤال الأزلي، هل الاضطهاد اللي تعرض له اليهودي هو اللي خلاه شرير وحقود، ولا طباعه وأفعاله الشريرة كانت هي السبب في اضطهاد الناس ليه؟ وشخصية شايلوك في المسرحية بتمثل صورة اليهودي النمطية، كمرابي جشع بيستغل حقد الناس وياخد فلوسهم عن طريق الفوائد الضخمة. والصورة النمطية دي خلت بعض الناس يتهم شكسبير بمعاداة السامية أو معاداة اليهود عن طريق تأصيل صورة نمطية وتقديمها للناس كواقع، مما ساعد إنها تنتشر وتتحقق. وعلى الجانب الآخر، ناس تانية بتقول إن شكسبير ملوش دعوة، هو مجرد كان بينقل الواقع زي ما هو وما جابش حاجة من عنده، وبالعكس كمان هو قدر ينقل هذا الاضطهاد وخلى اليهود يدافع عن نفسه في أكتر من مشهد، ويمكن ده ساعد إن الناس تتعاطف معاه. وعموماً فالموضوع ده كله مش موضوعنا النهاردة، إحنا النهاردة جايين نحكي قصة تاجر البندقية، والمقدمة دي كانت عشان تركزوا مع شخصية شايلوك وتحاولوا تكونوا رأي عنها أو تسألوا نفسكوا شفتوها إزاي. وخلونا دلوقتي نروح لمدينة البندقية سنة 1596. تبدأ القصة بأنطونيو التاجر المسيحي المخلص والكريم، واللي كان بيساعد الناس وبيسلفهم من غير فوايد أو ربا، وعشان كده كان محبوب من كل سكان مدينة البندقية. والبندقية هي مدينة فينيسيا الإيطالية، وفي الوقت ده كانت مدينة مزدهرة جدا وتعتبر مركز تجارة عالمي. وكان أنطونيو ليه صديق اسمه بيسانيو. بيسانيو ده كان من أصل غني وأرستقراطي، بس كان مضيع فلوسه كلها بسبب تبذيره وإسرافه الشديد، وكان متعود يجي لأنطونيو يستلف منه فلوس لما بينهما من صداقة قوية وعميقة. والمهم إن في يوم جه بيسانيو لأنطونيو وقال له إنه لقى طريقة هيسدد بيها كل الديون اللي عليه، والطريقة دي إنه هيتقدم للزواج من بنت غنية جداً عايشة في مدينة بيلمونت. هو كان شافها قبل كده وتبادل معاها نظرات الإعجاب، لكنها دلوقتي ورثت ثروة كبيرة بعد وفاة أبوها، وبقت الناس كلها تحكي عنها كأنها أميرة أسطورية، وبسبب ثرائها وجمالها بقى يجي لها عرسان من كل مكان، وكلهم عايزين يفوزوا بالجميلة بورشا. وقال له بيسانيو إنه عايز يستلف منه مبلغ عشان يحضر نفسه ويقدر يسافر لبيلمونت ويتقدم لبورشا، ولو الجوازة تمت هيسدد كل الديون اللي عليه ومش هيبقى عنده أي مشكلة في الفلوس. لكن أنطونيو كان بيسمعه وهو دماغه في حتة تانية خالص، كانت دماغه مشغولة عشان كل السفن بتاعته خرجت للتجارة، وكان قلقان لأن خروج السفن كلها مرة واحدة كانت مخاطرة كبيرة. وبالرغم من الظروف الحرجة اللي بيمر بيها أنطونيو، إلا أنه قال لصديقه أنه ممكن يكون مش قادر يسلفه عشان معهوش سيولة، لكن هو ممكن يستلف عشانه، وقال له يدور على حد ياخد منه الفلوس، وأنطونيو مستعد يضمنه بضمان اسمه سمعته اللي كل الناس بتثق فيها. وراح بيسانيو للمرابي اليهودي شايلوك عشان يستلف منه مبلغ 3000 دوقية اللي هي العملة بتاعتهم لمدة 3 شهور بضمان اسم أنطونيو. وهنا بنعرف إن شايلوك كان بيكره أنطونيو جداً، مش بس لأنه مسيحي، إنما كمان عشان أنطونيو كان بيسلف الناس فلوس بدون فوائد، وبالتالي فهو كان مأثر على تجارة شايلوك ومقلل عدد الناس اللي بتروح له، وأحياناً كمان بيسدد عنهم الفلوس ويحميهم من الشروط الجزائية. وفي المقابل كان أنطونيو بيحتقر شايلوك جداً لأنه يهودي ومرابي، فكان لما بيشوفه بيتف عليه وبيشتمه وبيعامله زي الكلب، وما كانش شايلوك يقدر يرد عليه أو يحمي نفسه من الإهانة، لأن اليهود كلهم في الوقت ده كانوا مضطهدين، والسلطة في الدولة كانت سلطة مسيحية، سواء النبلاء أو الأمراء أو الكنيسة. وكان اليهود عايشين في مناطق اسمها الجيتو، وهي مناطق مغلقة ممنوع يخرجوا منها بعد غروب الشمس، ولو خرجوا بيلبسوا قبعة حمراء كعلامة على إنهم يهود.
والمهم إن بيسانيو وأنطونيو هيروحوا يطلبوا من شايلوك الفلوس، وهيدور ما بينهم الحوار الشهير، فهيقول له شايلوك: سيدي أنطونيو، مراراً وتكراراً عيرتني بسبب ثروتي وما أتقاضاه من الربا، ومع ذلك فقد تحملت الإهانات في صبر، فالصبر شعار قبيلتنا بأسرها. نعتني بالكفر وبصقت على زي اليهودي دون ما سبب غير استثماري لأموال هي ملكي. حسناً إذن، والآن يبدو وكأنك في حاجة إلى مساعدتي، تأتيني وتقول: شايلوك، نريد مالاً. تقول لي هذا وأنت الذي بصقت لعابك على لحيتي ورفستني كالكلب. تريد مالاً؟ فما عساي أن أقول لك؟ أليس من واجبي أن أقول: وهل للكلب مال؟ أيعقل أن يكون بوسع كلب إقراض 3000 دوقية؟ أم أن علي أن أنحني لك وأن أهمسك العبد الذليل؟ سيدي الكريم، قد بصقت علي يوم الأربعاء الماضي وركلتني في اليوم الفلاني ونعتني بالكلب تارة أخرى، ومن أجل كل هذا التعطف منك سأقرضك مالا كثيرا. ويرد أنطونيو: وما أحسب إلا أني سأنعتك بهذا مرة أخرى، وأبصق عليك مرة أخرى، وأركلك أيضا بقدمي، فإن أنت أقرضتني المال فلا تقرضه لي إقراض الصديق للصديق، ولكن اقرضه لي إقراضك لعدو. إن هو أفلس طالبت بتوقيع العقوبة عليه وأنت مرتاح الصدر. وأخيرا قال له شايلوك أنه مستعد يسلفه المبلغ من غير فوائد، لكن بشرط واحد، أنه لو ما رجعش الفلوس في الوقت المحدد هيبقى ليه الحق أنه يقطع من جسمه رطلا من اللحم لا يزيد ولا ينقص. واعترض بيسانيو على هذا الشرط الغريب ورفض أن يوقع صديقه على هذا العقد، لكن أنطونيو طمنه وقال له أن السفن هتوصل في خلال شهرين وهيبقى معاه 3 أضعاف المبلغ، فما فيش مشكلة من الشرط لأنه متأكد أنه هيسدد المبلغ قبل الميعاد. وبالفعل مضى أنطونيو على العقد وهو مش متخيل اللي ممكن يحصل. بعد كده هنروح إلى مدينة بيلمونت، حيث كانت بورشا حزينة لأن كان في عرسان كتير بيتقدموا لها، لكنها ما كانش ليها الحق أنها تختار أي واحد فيهم، عشان أبوها قبل ما يموت كان موصي بوصية صارمة، وهي إن كل عريس لازم يتعمل له اختبار ويختار بين 3 صناديق، الصندوق الأول من الذهب ومكتوب عليه: من اختارني نال ما يتمناه الكثيرون، والصندوق الثاني من الفضة ومكتوب عليه: من اختارني نال بمقدار ما يستحق، والصندوق الثالث من الرصاص ومكتوب عليه: من اختارني عليه أن يعطي وأن يخاطر بكل ما عنده. وواحد بس من الصناديق الثلاثة في صورة بورشا، واللي هيختار الصندوق الصحيح هو اللي هيبقى ليه الحق إنه يتجوزها. وبنشوف أمير من المغرب بيتقدم لبورشا وبيدخل الاختبار وبيتعرض عليه الصناديق الثلاثة واختار الصندوق الذهبي، فلقى جواه جمجمة واللي بترمز لإن الذهب يخفي الفساد، ومعها ورقة مكتوب فيها: ليس كل ما يلمع ذهباً. وأما العريس الثاني فكان أمير أراغون واختار الصندوق الفضة، فلقى جواه صورة مغفل وورقة فيها سخرية من اختياره وإنه نال ما يستحق، فستكون صورة المغفل دائما هي صورته. وأخيرا لما جه بيسانيو اختار صندوق الرصاص، فلقى جواه صورة بورشا ومعها ورقة مكتوب فيها: أنت يا من لم يغره المظهر عند الانتقاء قد وفقت في اختيارك وكتب لك الهناء. وبكده نجح بيسانيو في الاختبار وبقى ليه الحق في الزواج من بورشا. ونرجع لمدينة البندقية، وهنتعرف دلوقتي على شخصية جديدة، وهي شخصية جيسيكا بنت شايلوك، واللي كانت بتعاني من بخل أبوها من ناحية ومن الاضطهاد اللي كانت بتتعرض له كيهودية من ناحية تانية. وقررت البنت دي إنها تهرب من أبوها وتغير دينها وتتحول إلى المسيحية. وبالفعل هربت مع حبيبها الشاب المسيحي اللي كان اسمه لورينزو واللي كان صديق لأنطونيو وبيسانيو. وهنا بنشوف مشهد رومانسي جدا بين جيسيكا ولورينزو ساعة ما كان مستنيها تحت الشباك عشان تهرب معاه. بس خلي بالكو اوعوا رومانسية المشهد تخليكو ما تشوفوش بشاعته، لأننا مش بس بنشوف بنت بتهرب من أبوها، إنما كمان بتسرقه وبتاخد معاها جزء من فلوسه ومجوهراته.
لما رجع شايلوك وعرف اللي حصل كان حزنه أصعب من أن يوصف. ثم نذهب مرة أخرى إلى مدينة بيلمونت، حيث تركنا بيساني وبورشا في سعادة غامرة بعد نجاحه في الاختبار. وكانت نيريسا وصيفة بورشا وجراتشيانو التابع المخلص لبيسانيو كانوا هما كمان حبوا بعض واتفقوا على الجواز، واتفقوا كلهم انهم هيعملوا فرحهم في يوم واحد. لكن تقطع هذه الفرحة انباء تصل من البندقية بان سفن انطونيو تأخرت في البحر، وفي شائعات انها غرقت. وتصل الانباء ان شايلوك مصمم ينفذ الشرط اللي في العقد ورافض كل محاولات الصلح او التنازل. فقرر بيسانيو العودة فورا الى البندقية، لكنه قبلها تم مراسم الزواج وأخذ مبلغ كبير من مراته لمحاولة سداد دين اليهودي. وقبل ما يسافروا كل عروسة أدت لجوزها خاتم هدية وقالت له يحافظ عليه وما يقلعوش من إيده مهما كانت الأسباب. وأخيرا نصل إلى مشهد المحاكمة، ويقف شايلوك وأنطونيو قدام القاضي اللي هو دوق المدينة، وحاول الدوق أنه يقنع شايلوك بالتنازل عن القضية والتحلي بالرحمة، لكن شايلوك رفض تماماً وأعلن قدام الناس كلها أنه بيكره أنطونيو وبيحقد عليه، وأنه الأول مرة يفضل شيء أكتر من الفلوس، فهو يفضل رطلاً من لحم أنطونيو على 3000 دوقية. وحضر بيسانيو وجراتشيانو للمحاكمة، وعرض بيسانيو أضعاف المبلغ على شايلوك لكنه برضو رفض. وكان المفروض في المحاكمة دي أن يحضرها محامي كبير للدفاع عن أنطونيو، لكنه اعتذر عن الحضور وبعت بداله شاب صغير للقيام بالمهمة. ودخل هذا الشاب وكان اسمه دكتور بالتزار ومعاه الكاتب بتاعه، وكانوا في الحقيقة بورشا والوصيفة بتاعتها وهم متنكرين في زي الرجال. وكانت بورشا قدرت بفلوسها وذكائها أنها توصل للمحامي الكبير وتخليه عرفها ثغرات القضية ويسمح لها بالحضور بداله. وحاولت بورشا في البداية إنها تقنع شايلوك بالتحلي بالرحمة، وحذرته إن العدالة كثيراً ما تنقلب على أصحابها، فالمغالاة في المطالبة بتطبيق العدالة قد تكون أحياناً نتائجها وخيمة. لكن شايلوك تمسك بالمطالبة بحقه وتطبيق القانون وتنفيذ أحكام العقد، وتوسل بيسانيو إلى هيئة المحكمة إنهم يعطلوا القانون ولو لمرة واحدة لتقييد إرادة الشيطان شايلوك، فلا شك في أنه لابد من بعض الظلم من أجل تحقيق الخير الكبير. ورد الدكتور بالتزار اللي هو بورشا بأن هذا لا يجوز، فما من سلطة في البندقية بوسعها العبث بقانون مستقر، وإلا شكل ذلك العبث سابقة تعرف الدولة بعدها مزيدا من خرق القوانين، وهذا لا يجوز. وأخيراً بعد أن فشلت كل المحاولات لإقناع شايلوك باستعمال الرحمة والتحلي ببعض الشفقة، كشف أنطونيو عن صدره وسن شايلوك سكينه لاقتطاع رطل من اللحم من أقرب موضع إلى القلب، فهكذا ينص العقد. لكن في اللحظة الأخيرة صرخت بورشا: انتظر لحظة، فهناك شيء آخر، هذا العقد لا يجيز لك أن تأخذ قطرة واحدة من الدم، فنص الكلمات هو رطل من اللحم، نفذ إذن شروط العقد ولكن دون إراقة قطرة واحدة من دم مسيحي، وإلا صدرت كل أملاكك بمقتضى قوانين البندقية. ورد شايلوك مذهولا: هل يقول القانون هذا؟ سأقبل إذن ما عرض علي، هاتوا 3 أضعاف المبلغ وليطلق سراح المسيحي. ومرة أخرى تصدم بورشا بثغرة أخرى في العقد، فتقول: بل لن تأخذ غير ما نص عليه العقد، وإن أنت أخذت أكثر أو أقل من رطل من اللحم ولو بمقدار جرام واحد، بل ولو بمقدار شعرة واحدة يتحرك لها الميزان، فسيحكم عليك بالموت وبمصادرة كل أموالك. وهنا يقول شايلوك: اعطوني إذن أصل الدين ودعوني أنصرف. فترد بورشا: لقد رفضته أمام المحكمة، ولن يسمح لك بغير رطل من اللحم، تأخذه على مسؤوليتك أيها اليهودي. فيقول شايلوك: ألا يحق لي استرداد قيمة الدين؟ حسنا إذن، فليبارك له الشيطان فيه، ولن أنتظر نهاية المحاكمة. وهنا تأمره بورشا مرة أخرى أن ينتظر،
فهناك مسألة أخرى في القانون، وهي أنه ينص على أن أي أجنبي يحاول بشكل مباشر أو غير مباشر أن يسلب حياة أحد مواطنين البندقية، فللشخص الذي تمت المحاولة ضده نصف ممتلكات المعتدي، ويذهب النصف الثاني إلى الدولة، ويصبح للدوق وحده دون أي طرف آخر الحق في أن يقضي بإعدام المعتدي أو إخلاء سبيله. وأسقط في يد شايلوك وركع على ركبتيه من شدة الإعياء، ولكن الدوق أمر بالعفو عنه وعدم توقيع عقوبة الإعدام عليه، بينما تنازل أنطونيو عن حقه في نص الممتلكات بشرط أن يكون النص الثاني تحت تصرفه حتى يسلمه بعد وفاة اليهودي إلى ابنته جيسيكا، وكل هذا بشرطين: أن يتحول شايلوك إلى المسيحية، وأن يوقع عقداً بترك كل ما يملك بعد وفاته إلى ابنته وزوجها لورينزو. ويقبل شايلوك بهذه الشروط ويطلب منهم أن يسمحوا له بالانصراف لأنه متعب. فينصرف شايلوك مكسوراً مقهوراً، بينما يحتفل الجميع بانتصارهم وبنجاة أنطونيو. وبعد المحاكمة حاول أنطونيو وبيسانيو مكافأة المحامي بالتزار، وهما ما يعرفوش إنها بورشة متنكرة، وقالوا له يطلب أي مكافأة يتمناها. فطلب المحامي خاتم الزواج بتاع بيسانيو، وطلب الكاتب خاتم الزواج بتاع جراتشيانو. وبعد إلحاح شديد اضطروا إنهم يدوهم الخواتم، بس طبعا لما رجعوا بعدها البيلمونت لقوا بورشة ونرسها زعلانين لأنهم اتخلوا عن خاتم الزواج. وأخيراً أعلنت بورشة الحقيقة ورجعت لهم الخواتم مع وعد إنهم مش هيتقلعوا تاني أبداً. ووصلت رسالة لأنطونيو بإن سفنه وصلت آمنة للبندقية. وأما جيسيكا ولورينزو واللي كانوا معاهم في بيلمونت، فهم كمان فرحوا بخبر الأملاك اللي هتبقى بتاعتهم بعد وفاة شايلوك. وهكذا تنتهي الحكاية بسعادة كل الأطراف ما عدا شايلوك.